أخبار اليوم. محافظة الشرقية وهذه قرية الصلحية في منطقة بحر البقر، قرية صغيرة في ريفنا الهادئ الوديع، تقطنها 80 أسرة يعمل أفرادها في الزراعة وفي منشآت هيئة استصلاح الأراضي. وتمثل القرية حياة الريف المصري في كل صورها، في العمل حيث تتعاون المرأة والرجل على الإنتاج، وفي الإيمان بالقيم الشريفة في الحياة، وفي الزحف المتواصل نحو التقدم والنهوض. وفي صباح 8 أبريل اختار العدو الصهيوني هذه القرية الآمنة لتكون هدفا من أهدافه الإجرامية، فأغار على مدرسة القرية وعلى ورشة ملاصقة تابعة لهيئة استصلاح الأراضي تعمل في إصلاح الآلات الزراعية. وتضم المدرسة بين جنباتها 150 من البراعم الصغيرة تتراوح أعمارهم بين 6 و11 ربيعا. فجأة انهالت عليهم صواريخ الطائرات، طائرات الفانتوم التي قدمتها الإمبريالية الأمريكية سلاحا لقهر عزيمة الشعب المصري. وفي لحظات كان 36 تلميذا وتلميذة تحت الأنقاض ووسط جحيم من النيران، بينما أصيب أطفال آخرون وعدد من العاملين في المدرسة بجراح خطيرة. وفي مستشفى الحسينية قام الأطباء بإسعاف الصغار وإجراء العمليات الجراحية ونقل الدم لإنقاذ حياتهم. لقد سجل رجال الصحافة العالمية هذه المأساة الوحشية، واستنكر الضمير العالمي جريمة الصهيونية التي تقف وراءها وتساندها قوى الإمبريالية عدوة الشعوب. وأصبح واضحا للجميع نوع العدو الذي نواجهه، قيمه وأساليبه وأهدافه الإجرامية. إن شعب الجمهورية العربية المتحدة الذي لن ينسى أطفاله الأبرياء لا يزداد إيمانه بحتمية النضال وتصميمه على الانتصار.